يعد الديسك من أكثر الأمراض شيوعاً والتي تسبب آلاماً مزمنة ومبرحة للكثير من مرضى. الجميع أو غالباً الجميع يلجأ إلى طلب الحلول الجراحية للتخلص المباشر من هذا الألم، ولكن ما هي أهم العلاجات التحفظية التي قد تغنينا حتى عن اللجوء للجراحة في علاج الديسك؟ نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور بركات الزبن، مستشار أول تأهيل المفاصل والأعصاب وعلاج الألم. حياك الله معنا دكتور بركات. يا هلا فيك يا ست رياض. دكتور بركات، الديسك فعلا هو مرض شائع وألامه سيئة جدا لكثير من المرضى. وعندما تحدثنا أنا وأنت في تنسيقنا لهذا اللقاء، قلت لي آيات هدفنا من هذا اللقاء هو أن نبعد الناس إلى حد ما عن سكة الجراحة لنوفر لهم علاجات تحفظية تكون مناسبة لحالتهم. فمتى يكون العلاج التحفظي مناسب لحالات الديسك؟ أول شيء أشكرك على اللقاء هذا. العلاج التحفظي هو الأهم وهو الأول، يعني 90% من حالات الديسك سواء بالرقبة أو بالظهر تعالج تحفظيا، يعني في 10% نسبة عالية جدا. نسبة عالية جدا، يعني فقط في عندنا 10% من الحالات ممكن نلجأ للجراحة. نعم. يعني الحالات المتوسطة والخفيفة كلها تعالج تحفظيا. في يعني حالات معينة راح نحكي فيها اللي هي راح إميديت لازم حالا تروح على الجراحة. احنا في عندنا علاجات مبدئيا نبلش فيها مع المريض بعد ما نفحصه ونشخص الديسك. شو ما كان نوع الديسك دكتور، سواء قطني غضروفي، شو ما كان نوعه ممكن نستخدم العلاجات التحفظيه معه؟ بالتاكيد الديسك اللي بالرقبه او حتى باسفل الظهر او حتى بالعمود الفقري الصدري بنسميه اللي هو نص الظهر، كمان هذا لازم يتعالج تحفظيا. اول شيء ما نروح على الجراحه مباشره. احنا بالعاده بعد ما نشوف المريض ونفحصه ونشخص حالته بنبلش معه بالعلاج التحفظي. أول شيء اللي هو العلاج الدوائي. نعم. وفي عنا مجموعة كبيرة من الأدوية تستخدم في معالجة الديسك، منها أدوية مسكنة للألم، منها أدوية تعالج نفس يعني العصب اللي هو بتشتغل على الألم العصبي، لأنه في نوعين من الألم، الألم العادي بسموه اللي هو ألم الجسمي سوماتيك بين، وفي الألم العصبي نيوروجينيك بين نيوروباثيك بين. فهلا النوعين هذول الالام لهم ادويه خاصه فيهم، بنمشي المريض على دواء اسبوعين ثلاثه اربعه وفي نسبه كبيره منهم بتحسنوا على الدواء لحاله وبرتاح، والديسك موجود يعني ما راح يتغير عليه شيء. هو الديسك بطبيعه الحال قد يكون هنالك انزلاق او بروز، لكن ما يسبب الام الا لما يضغط على العصب. بالتاكيد يعني الديسك في حالات كثيره من الديسك يعتبر سايلنت ديسك صامت. هسا لو تصوري انت كل ثلاث اردنيين صوري العمود الفقري بالظهر بالذات اسفل الظهر، راح تلاقي واحد عنده ديسك بدرجه خفيفه وغير مكتشف وما بيسبب له اي مشكله. والمشكله الاصعب انه تلاقي المريض مثلا بصير عنده وجع لاي سبب، شد عضلي مثلا، وقع حمل شغله ثقيله، بس يتصور شوفوا شو المشكله سوى بيطلع الديسك بيبين، بتوجهوا لمعالجه الديسك. يعني واحد وقع زحلق مثلا صار عنده وجع بظهره بروحه بصور، كان غير معروف بالنسبه لهم. بالتاكيد فبيطلع فيه ديسك، بقول له هي الديسك، والديسك موجود من زمان عنده صار سنين وما عمل اي مشكله. اذا مسكنات الالم والادويه التي تستهدف الاعصاب. نعم. وايضا دكتور، وايضا هلا في عندنا بنلجا بعد الادويه اللي هو طبعا في ادويه مرخيات عضليه، لانه الديسك كمان بيسبب شد عضلي بمنطقه اسفل الظهر والرقبه. في عندنا ادويه ثانيه اللي هي لوكال، يعني احنا بنستخدمها لوكال اللي هي حقن. نعم. في عندنا حقن كثير متعدده، يعني بسميها بروسيجرز، يعني اذا ما زبط معه الادويه بنلجا لشيء اسمه الاجراءات بروسيجرز، كلها كمان معالجه تحفظيه. بنستخدم مثلا حقن بمنطقه الديسك بشكل مباشر وغير مباشر. الحقن هذه لها انواع كثيره، لانه في كثير من الناس راح يسمعوا حقن فينتابهم خوف. انه يعني انت بتشتغل على منطقه الديسك، كيف راح تكون يعني زي ابره الظهر مثلا مخدره للالم؟ ايوه هلا هي حتى ابره الظهر هم بقول لك اعطيني ابره الظهر للديسك او اعطيني ابره الديسك. نعم. هلا احنا لما بنروح باتجاه الديسك نعالجه بالابر، في عندنا انواع كثيره من الابر. نعم. في بنستخدم ابر اللي هي ابر الكورتيزون. ابر الكورتيزون احيانا نخلطه مع ماده مسكنه. الكورتيزون لحاله بيعالج حاله الالتهاب اللي بترافق الديسك. فلما السوائل اللي حوالين الديسك والالتهاب بيروح بتحسن المريض. نعم. بظل الديسك بس بتحسن المريض. كورتيزون دكتور بيكون استخدامه طويل الامد بالنسبه للمريض؟ لا، حقنه واحده نعطيها للمريض بمنطقه الديسك وبتنتهي المشكله. دوريه
هلا في حالات تتحسن وما بيرجع له الوجع، في مرضى بعد 6 اشهر بعد سنه بيرجع. الاستيرويد الكورتيزون بشكل عام حتى لما نعطيه باشياء ثانيه بالركب والى اخره ممكن وارد انه يرجع، فانا ممكن وارد انه يرجع، لكن امل العلاج عالي جدا في التعامل مع الكورتيزون. بالتاكيد بالتاكيد. هلا الكورتيزون مش هو الوحيد، في عندنا خيارات ثانيه، في عندنا مثلا يسموه شيء اسمه برولوثيرابي، في عندنا البي ار بي هاي تبديل البلازما، في عندنا مثلا احيانا نلجا نعطي مواد بنسميه احنا اللي هو الجلوكوز حوالين العصب نحقن نورمال سلاين. لحظة، الجلوكوز والنورمال سلاين شو ممكن يفيدونا في انهم يخففوا من الام الديسك؟ ايوه انا بقول لك، هلا هذا فيه له اليه مختلفه تماما عن اليه الكورتيزون. الكورتيزون مضاد التهاب وبالتالي بيشتغل على الالتهاب اللي بيكون محيط بالعصب. الاشياء الثانيه اللي هي بنسميها البرولوثيرابي نستخدم فيها اللي هو النورمال سلاين احيانا، واحيانا نستخدم الجلوكوز ووتر 5% او 5%، نحقن حقن صغيره جدا حوالين العصب. هاي الحقن ثبت بالتجربه وبالفحص وبالدراسات انها بتحسن الترويه الدمويه للعصب. العصب مرات بيكون ويك ضعيف، فبتعمل هي انعاش للعصب وبتروح حاله الالم، وطبعا بدون اي مضاعفات جانبيه نهائيا. بس هي مشكلتها انها بتاخذ اكثر من جلسه. هاي في عندنا خيارات ثالثة، ممكن الإبر الصينية كمان. كمان الإبر الصينية، الإبر الصينية دكتور شاع استخدامها في الآونة الأخيرة رغم إنها علم قديم لكنه متجدد، فما مدى فاعليتها فعلا في التعامل مع آلام مثل آلام الديسك؟ الإبر الصينية بالدول اللي بتتعامل بالطب الصيني زي تايوان وتشاينا وحتى أمريكا 90% من أول إجراء بيعملوه على المريض هو بالإبر الصينية. لسبب بسيط، ما فيها أدوية، ما فيها حقن، ما بنحقن مادة دوائية، وبتشتغل بمفعولين، مفعولين قويات جدا، بتعالج الألم نفسه وبتعالج التغيرات اللي بتصير حوالين الديسك. تجمع سوائل مثلا، التهاب inflammation بالمنطقة بتعالجه، فهي فعالة جدا وما لها أثار جانبية، وهي الخيار رقم واحد. شو آلية عملها دكتور؟ آلية عملها أحجام الإبر، هل من مادة معينة تكون موجودة داخل هاي الإبر؟ الإبر ما فيها أي مواد دوائية نهائيا، إبرة رفيعة جدا معقمة، وبتدخل بتشتغل بآليتين. الآلية الأولى اللي هي تشتغل على الألم العصبي، والآلية الثانية بتحفز دماغ الإنسان يفرز مواد معينة بتسكن الألم. يعني إحنا مثلا إذا بتسمع بالمورفين وفي أدوية ثانية بالإندورفين والإنكفالين، هاي أدوية مسكنة موجودة بالدماغ بشكل طبيعي بفرزها بحالات معينة. الإبرة الصينية بتحفز الدماغ على إفراز هاي الأدوية أو الهرمونات أو الإنزيمات، وبصير تحسن سريع جدا. إحنا عندنا بعض الحالات وأنت تشتغل بالمريض مع الإبرة بيقول لك راح الألم، راح الصداع. لمدة كم دكتور فعاليتها؟ بصراحة هي يعني الحالات الحادة ممكن المريض جلسة أو جلستين بروح الوجع عنده بنتهي، بس الحالات المزمنة لا، بده كورس. يعني ممكن المريض يحتاج مثلا 10 جلسات بالإبرة الصينية وبصير تحسن. أنا في حالات عندي سنتين ونص ثلاثة وديسك عنده وما رجع، ممتاز وضعه ومستقر واموره ممتازه جدا. المشكله انه اذا اجاني بعد العمليه الجراحيه لسه رح اسال بتصير ما بعد العمليه، لجا الى العمليه وعادت له الالام او ما انتهت كليا، هل ممكن يكون لك تدخلات؟ نعم. هلا بالنسبه للمرضى احنا بنتمنى وبنفضل المريض يجينا قبل لا يروح على الجراحه. خلي الجراحة آخر خيار عندك، يعني لما تنتهي الأمور كلها وتعلن عجزها روح على الجراحة. نعم. لأنه لها مشاكل الجراحة معروفة شو هي. فأحلى المريض حتى بيجيني مرضى بيكون عامل العملية وبعد العملية صار عنده شوية التصاقات ومشاكل، رجع الألم زي ما كان ورجع الخدر وإلى آخره. لا برضو هذا المريض إحنا كان نقدر نشتغل فيه وبنخفف المضاعفات اللي صارت بعد العملية الجراحية. عظيم. بنعالجها أكيد يعني. إذا دكتور تحدثنا عن أهم العلاجات التحفظية وخط العلاج الأول في التعامل مع ألام الديسك. نعم. متى تقول هنا أنا لا أستطيع أن أتدخل، يجب اللجوء فوراً للجراحة؟ نعم، إحنا فحص المريض هو أهم شيء. للأسف أنه في كثير من المرضى بيراجعوا مستشفيات أو عيادات، شو مالك ظهري يوجعني، اطلب رنين مباشرة. من طلب رنين بتطلع فيه ديسك بالرنين، أنت بدك عملية. هذا الإجراء أبداً غلط وما بزبط. في بعض المرضى بوجع بالظهر بروح على العلاج الطبيعي، بعمل 5-6 مراكز علاج طبيعي والتشخيص غير معروف عنده، وهذا غلط. لازم المريض ينفحص. انا بقول دائما وابدا لازم المريض ينفحص سريريا قبل الصوره الشعاعيه وقبل المختبر، تفحص ظهره وقوه عضلاته وتفحص اعصابه،
تفحص حركات الظهر، في عندك تغيرات موجودة، قوة العضلات، هل الديسك هذا وصل مرحلة إنه يأثر على العضلات ويضعفها؟ أنا بحوله على الجراحة قبل لا أطلب له رنين. المريض إذا أنا فحصته ولقيت عنده ضعف بالعضلات بقول له على الجراحة بدون ما أطلب له رنين. فإحنا بنفحص المريض بناء على فحص المريض، متى بقول هذا بده جراحة؟ في ثلاث شغلات ما في غيرهن. الشغلة الأولى إذا وصل الديسك مرحلة إنه ضغط على النخاع الشوكي وسبب عدم سبب اضطراب بالتبول، نعم، يصير المريض يفقد السيطرة على التبول، أو ففي الحالة هاي لازم ينعمل عملية جراحية مستعجلة، نعم، خلال أسبوع. الخيار الثاني أو الحالة الثانية اللي لازم نوديه على الجراحة إذا صار عنده تأثرت الحركة، إحنا الديسك بيعمل ألم وبلا قدام شوي بيعمل خدران، لكن إذا وصل مرحلة أثر على العضلات صار عنده ضعف بالعضلات نسميه مثلا سقوط القدم دروب فوت، أو سقوط اليد مثلا تسقط الإيد بهذا الشكل، معناته وصل مرحلة خطيرة جدا، يعني شلل إلا شوية، بالحالة هاي لازم يتحول على الجراحة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة إذا فشلت كل وسائل العلاج المحافظة الكونسيرفاتيف تريتمنت كلها فشلت والمريض عنده ألم 24 ساعة شديد جدا غير لا يستجيب لأي نوع، بنحوله على الجراحة كمان مشان يشتغلوا له عليها جراحيا بإجراءات. متى نقول دكتور إنه فشلت العلاجات التحفظية؟ وهل يمكن استخدام العلاجات التحفظية في باكج واحد جميعها مثلا والتناوب عليها؟ كم المدة اللي تعطوها فعلا بعدها تقرروا إن هنا فشلنا نتجه إلى الجراحة؟ أول شيء ستات إحنا بالبداية فحص المريض مبدئيا يعني هو بحسم مباشرة هذا بده جراحة أو ما بده جراحة. الآن اللي ما بده جراحة بنبلش معه بالبروسيجرات الخفيفة، بنبلش معه بالأدوية، في مرضى بصير عندهم تحسن أعطينا أدوية شهر زمان ما تحسن ويرجع له الألم، بنتحرك بالاتجاه الإجراءات البروسيجرز نشتغلها على المريض سواء بالرقبة أو بالظهر. الآن البروسيجرز نشتغلها بصراحة بدها من 3 إلى 6 أشهر حتى يبين معنا النتائج. نعم. المريض إذا قعد شهر رجع له وكمان شهر رجع له الألم، لا بنفكر بأمور أخرى. نعم. فإحنا ما بنعملهم كلهم آزا باكج، يعني نعطيه كل الإجراءات مرة واحدة، لا إحنا تسلسل لأنه في خفيف، في إجراءات ثقيلة شوي على المريض وشغلها بأخذ تايم أكثر فبنخليها للأخير. الآن بعد كل هذه الأمور يعني في مرضى كثير بتعاطف، يعني كيف بدي أقول لك، بتكيف مع الألم بعلاج معين وبمشي ما رح يصير معه مشاكل. يعني إحنا بنخاف من مرضى الديسك، الديسك نفسه ما بيخوف إلا إذا وصل المرحلة إنه بدي أثر على الثلاث قضايا اللي أنا حكيتها. طيب اسمح لي بسؤال أخير دكتور دهمنا الوقت. مضاعفات الجراحة في الديسك. نعم. ومضاعفات السكوت عن ألام الديسك والتكيف معها. نعم. من الأكثر هنا؟ الأكثر بصراحة الجراحة. الأكثر مضاعفة، في مضاعفات جراحة بتصير هي مش غلط بالعملية. هلا في مضاعفات متوقعة. وفي مضاعفات غير متوقعة بتكون مشكلة بالعملية نفسها. في نسبة كبيرة من حالات الديسك بصيرها نكس ريكرنس ترجع، يعني مش أقل من 40% بعد العملية. بعد العملية. نعم. برجع بعد شهر المريض برجع عنده الخدران والألم برجع كل شيء. مضاعفات إنه ما يعالج الديسك كمان فيه مضاعفات كثيرة ممكن يتطور، خاصة إذا كان هو درجته الثانية يعني خلينا نقول متوسط ممكن يصير شديد، ممكن يحمل شغله ثقيله يكون الديسك عنده يتحول الى ديسك قوي ويضرب له واحد من الاعصاب الكبيره بالجسم او يضرب له النخاع الشوكي. فالمريض لازم يروح وينفحص ويتشخص، والطبيب هو من يقرر بالتاكيد او الفريق الطبي من يقرر 100%. نعم. والصور والفحوصات، يعني اقول لك بتشخيص 90% من الحالات بنشخص الديسك، اقول لك وبنحدد مكانه بنقول عندك بين الرابعه والخامسه بس على الفحص السريري الدقيق والمحترم. هلا في 10% من الحالات انا ممكن نطلب صوره اذا بدنا نسوي عمليه جراحيه مشان الدكتور يفوت يحدد وين منطقه الجراحه وكيف بده يدخل ويعمل الشغل. نعم. فالرنين مش دائما مطلوب، او اذا كان الطبيب وقته لا يسعفه في الطبيب السيره المرضيه الكافيه والفحص السريري من المريض. برضو هذه عم تمارس موجوده للاسف انه صوره الشديد. الرنين حل سريع للاسف. نعم. الشديد. انا شاكره لحضورك معنا دكتور بركات الزبن استشاري اول تأهيل أمراض المفاصل والأعصاب وعلاج الألم على المعلومات الرائعة اللي قدمتها اللي بتقدم آمال في علاج الديسك بدون عمليات جراحية. العفو ستي، شكرا كثير لك.